معلم، من هو الشرير في قضيه حسام الحضري ومحمد الشناوي؟ الاجابه سهله وبسيطه، احمد مجاهد. احمد مجاهد على فكره هو المتسبب الرئيسي في كل اللي احنا وصلنا له دلوقتي في قصه حسام الحضري ومحمد الشناوي، لان معلش حسام الحضري اسم كبير جدا كحارس مرمى، انما اسمه قليل جدا كمدرب حراس مرمى. حسام الحضري ما عندوش تجارب تسمح لي ان هو يكون مسؤول على تدريب حراس مرمى منتخب مصر. حسام الحضري كل يعني مجال تجاربه في عالم كره القدم كمدرب حراس شهرين ثلاثه مع سيراميكا كليوباترا، وفيديوهات مع احمد حمدي ماليه النت، وفيديوهاته مع احمد حمدي بتقول ان الحضري بيحب شغل الرزق كتير، بيحب شغل الاحمال البدنيه العاليه كتير، بيحب جدا الشغل اللي هو بيعمل شو، بس الشغل ده بينفخ الحارس، والشغل ده ما ينفعش مع منتخب مصر، الشغل ده ما ينفعش مع حارس جاي لك زي محمد الشناوي، هو جاي مجهد لوحده، فانت عامل عليه حمل زياده لبسته في الحيط انت كمان لبست معاه. المشكلة ان الكلام اللي اتقال على ان محمد الشناوي بيشتكي من تمرينات وشغل عصام الحضري كان بدري، والكلام اتسرب للاعلام واتقال ان محمد الشناوي عنده مشكلة مع طريقة تدريب عصام الحضري، وان هو جاي له مجهد والحاجات اللي عصام الحضري بيعملها هتتسبب في اصابته، وقد كان. الكلام اللي اتقال ان هو اصابة محمد الشناوي خروجه من التمرين بعد ما كرة طايشة خبطت فيه، الكرة الطايشة دي حدت لاصابته. طب يا جماعة الشناوي مش هيلعب ماتش ليبيا؟ لا لعب ماتش ليبيا و شال ماتش ليبيا لوحده، تمام، الشناوي ما يلعبش بقى الماتش بتاع العوده، لا الشناوي يلعب ماتش العوده، طب تمام يلعب ماتش العوده بس ما يشوطش ضربات المرمى، لا ما ينفعش، ليه؟ هنثبت للمنافسين ان احنا حارس المرمى بتاعنا مش سليم، طيب طالما انت مضطر تلعب بيه ومجبر ان انت هتلعب بيه ده لو انت مجبر فعلا ما عندكش بديل خالص، ما تخلوش يشوط، ما تخلوش ان هو يلعب ضربات المرمى، لا هنخليه يعمل يلعب ضربات المرمى. ازاي يا كابتن عصام ده انت كده بتنفخه حرفيا؟ وهو قال لك، قال لك انا قلت لك من الاول مش عايز اشوط، انت اللي اصريت، مش قلت لك مش عايز العب، لا قلت لك مش عايز اشوط وانت اللي اصريت. اعتقد ان محمد الشناوي كان عايز يلعب، محمد الشناوي ما كانش مش عايز يلعب، الشناوي كان عايز يلعب بس ما كانش عايز يشوط ضربات المرمى، ده اللي انا بعتقده وده اللي انا عندي يقين بيه. ليه؟ لان انا مدرب حراس مرمى شاب ولسه بتعلم، وكنت بتفرج على فيديوهات عصام الحضري عشان اخد خبره منها، بس مع الاسف الشديد لقيت ان عصام الحضري ناسخ شغل اجنبي بالحرف الواحد وحطه في تمريناته مع احمد حمدي. فعصام الحضري اول ما فتحت الفيديوهات بتاعته وحملتها لقيت ان شغل عصام الحضري جاي كوبي بيست من فيديوهات اجنبيه، فعرفت ان عصام الحضري مفيش من شغله حاليا اي استفاده طول ما هو بيقلد شغل الاجانب، طول ما انت كحضري لسه مالكش شغل خاص بيك يبقى انت ما تصلحش ان انت تمسك منتخب مصر. بس زي ما قلت لك المسؤول الاول والاخير هو احمد مجاهد، علشان جاب عصام الحضري اللي ما عندوش اي خبرات في مجال تدريب حراس المرمى لتدريب حراس مرمى منتخب مصر. عصام الحضري قفز قفزه كبيره جدا لسلم مفترض ان هو كان يبداه من تحت كمدرب حراس مرمى، لان مع احترامي كابتن احمد ناجي ما كانش حارس مرمى عظيم بس هو مدرب حراس عظيم جدا، طارق سليمان ما كانش حارس عظيم بس هو مدرب حراس كويس جدا. القصه مش قصه اسم، القصه مش قصه ان انت لازم يكون عندك خبرات في الملاعب وان انت تكون افضل جون في تاريخ مصر، لا القصه سهله بسيطه. مارادونا ما كانش مدير فني ناجح، بيرلو مش مدير فني ناجح، سيدورف فشل مع ميلان، بيرلو اسمه ايه ده جاتوزو بيفشل حاليا. القصه مش قصه اسمك كابتن عصام، القصه قصه ان التدريب علم، وانت مع الاسف الشديد موضوع العلم ده انت مش حاطه في دماغك خالص، انت جاي عشان تشتغل عافيه وجاي المفروض تلعب منتخب مصر تلعب وانت مصاب يا شناوي، كنت بعملها قبل كده، انت عايز حد ياخد مكانك ولا كابتن عصام؟ الشغل ده اتلغى من زمان، الشغل ده بطل من زمان، وعندك مشكله ان كارلوس كروش كان حارس مرمى اساسا ومدرب المساعد بتاعه بيقال ان هم حارس مرمى اساسا، يعني باصين على الشغل بتاعك وعارفين ان كل اللي انت بتعمله ده فيستك، وعارفين ان انت ما عندكش اي خبرات تدريبيه، وعارفين ان عمرك التدريب في منتخب مصر هيكون قليل جدا، لان الناس دي لو ركزت معاك وشدت الحزام عليك هتجيب اخرك كابتن عصام. فنهدى كده يا كابتن عصام ونلم الليله، وتحاول انت تفلفص بمزاجك انت، تحاول ان انت بعد الموضوع ما يهدى تفلفص بمزاجك انت علشان خاطر اللي انت بتعمله ده غلط. ومحمد الشناوي ما تلعبش تاني وانت مصاب يا ابني، لان ما فيش حد ابدع على لعيب الكوره من نفسه، لان انت اول ما تتصاب هتضر نفسك وهتضر ناديك، ناديك اللي دلوقتي مضطرين نلعب بعلي لطفي الماتشات الجايه الخمس ماتشات اللي هيلعب فيهم محمد الشناوي. شفت ان انت التضحيه بتاعتك او ان انت لعبك على اصابتك ده كان غباء. الحضري مش مظلوم لوحده، والحضري مظلوم وظالم، ومحمد الشناوي مظلوم وظالم، واحمد مجاهد هو اللي ظلمنا كلنا. ولو شفت الفيديو ده وشايف ان انا مش ظالم اعمل لايك او سبسكرايب، وان ما شفتش كده خليك من الظالمين واعمل ديسلايك واشتم.